ايه العضويه؟ سمعتوا كلام كتير عن العضويه صح، بس للاسف اللي سمع غير اللي شاف، صح صح ولا لا؟ طيب كل الناس للاسف بدات عضويه، وفي منهم اللي بدا عضويه بدري، واللي بدا بالعضويه، واللي ساب رابع ودخل في العضويه. احنا ماشيين طبيعي زي ما الكتاب بيقول. طيب مشكله العضويه في ايه؟ رقم واحد، إن سيادتك بتنسى القديم. إن سيادتك بتنسى القديم، صح؟ يعني يا مستر هنقعد 11 حصة نشرح جزء منفصل تماما عن اللي فات؟ آه. طيب بعد 11 حصة يعني 3 شهور تقريبا هنكون نسينا أصلا طبيعي. عشان ما خليكش تنسى بعمل لك إيه؟ بامتحنك كل حصة على باب قديم. يعني النهاردة هناخد الحصة الأولى في الإيه؟ في العضوية. الحصة اللي جاية امتحان على الحصة دي والباب الأول، اللي بعدها امتحان على العضوية من أولها، وامتحان العضوية دايما بيبقى تراكمي من أول حصة عضوية، تمام؟ الحصة اللي بعدها التانية نمتحن على إيه؟ على التاني والعضوية، التالت والعضوية، الرابع والعضوية، وهكذا ونرجع نعيد. لما بنخلص الجزء الأول من العضوية، العضوية جزئين، لما بنخلص الجزء الأول بنعمل امتحان شامل على العضوية، تمام؟ ونبدأ الجزء الثاني. عضوية بس. طيب مستر احنا الفترة المشكلة الثانية في العضوية ايه؟ المشكلة الثانية بقى والأهم في العضوية ان العضوية عاملة كده، عقد. عارفين العقد؟ لو اتفرط منه حبة الباقي كله بيتفرط. هي العضوية كده، سلسلة على بعضها، حصة واحدة وقعت العضوية كلها بتقع. البداية بتاعتها أول حصة وتاني حصة هما العضوية كلهم، يعني العضوية كلها مترتبة على أول حصتين. فهمتهم وزبطتهم كويس هتلاقي الدنيا كويسة. طب تالت مشكلة في العضوية إن أنت تراكم حاجة عليك، يعني خدت حصة النهاردة روحت ركنتها ما ذاكرتهاش، هتيجي الحصة اللي بعدها عامل زي البلحة معايا ولا اشمعنى؟ عشان للاسف للاسف الحصه دي اساس للي بعدها، واللي بعدها اساس للي بعدها، واسئله العضويه بقى بتربط العضويه كلها، مفيش حاجه اسمها سؤال على الدرس ده لوحده. معايا؟ لا، الاسئله بتاعت العضويه غالبا بتبقى رابطه لك كذا عيله مع بعض، كذا درس مع بعض. عشان كده قلنا العضويه ايه؟ مرتبطه ببعضها. طب العضويه يا مستر صعبه؟ صعبه جدا. اكذب عليك؟ صعبة بغباوة للي مش هيسمع الكلام. لعبة تافهة والله ممتعة جدا للي هيسمع الكلام. يعني يا مستر يسمع الكلام؟ يعني رقم واحد ما تغيبش حصة لو بتموت. يا مستر بس أنا تعبان مش هقدر، مش هقدر استوعب. والله يا حبيبي لو استوعبت 50% من الحصة هتلم ال 50% الباقيين من في البيت من الكتاب أو من على اليوتيوب عندنا. ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب مستر تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة الحصة تتذاكر في نفس اليوم. تتذاكر ايه؟ عشان ما تتنسيش وتوفر لنفسك وقت. ثالثا الواجب بتاعنا في الكتاب عندك يتحل اول باول. المشكلة الاكبر بقى في الجزء اللي فات اللي هو قبل العضوية كان ان معظمكم لما بننزل لك فيديو حل الواجب بتقوم جاي فتح الكتاب وحلل مع الفيديو، وتيجي بعد كده تشتكي انا ما بعرفش احل لوحدي. مستر انا بحل معاك كويس قوي، سجل بعد كده احل مع نفسي مش عارف. طبيعي، لان انت طول عمرك بتتفرج بس، بتتفرج بتسمع بس. انا رايح اعلمك سباحه فبقول لك بص هتعمل ايديك كده وهتعمل ايديك كده ورجليك من ورا تعمل كده عشان السمكه كده. انت كده بتتعلم؟ لو رميتك في البحر تعرف تعوم؟ لا. لكن عشان تعوم لازم تنزل وتجرب، تغرق مرة، ها تطلع مرة، تكتشف كده تكتشف كده، هتلاقي نفسك بتعرف تعوم معنا. لكن طول ما انت بتسمع فيديوهات انت مش بتحل. هو انت اللي بتفكر ولا انا اللي بفكر؟ انا اللي بفكر وانت تسقف بس. يا مستر ما تدينا دماغك دي نخش بقى الامتحان. لا انت لازم تفكر،
لازم تحل لوحدك. لذلك الواجب بتاعنا ان شاء الله بعد كده هينزل لك موديل انسر ليه. هينزل لك ايه؟ موديل انسر ليه، واجب نموذج محلول كده بس. طيب الاسئله اللي واقفه معانا قبل الحصه هيبقى في حد من الاسيستنت موجود، وفي وقت الحصه قبل ما ابدا شرح هديك نص ساعه واقول لك افتح واجبك معايا ابص عليه واقول لسيادتك اللي واقف معاه السؤال كذا سؤال كذا سؤال كذا، صفحه الاولى صفحه اثنين صفحه ثلاثه، بحيث ان احنا نحل الاسئله اللي واقفه معاكم كلها قدامكم كلكم. خلاص، ربما احلها بطريقه مختلفه عن طريقتك، انت تحلها بطريقه مختلفه عن طريقتي. ماشي، قول. لا قبل بعد مع الواجب قصدك؟ عشان ما تنقلش الواجب؟ لا انت مش عارف صغير. خلاص نخش بقى في الحصه بتاعتنا، نصلي على النبي يلا ونقول بسم الله كده. بسم الله. مستر، هي الكيمياء العضوية عبارة عن ايه؟ الكيمياء العضوية يعني ايه؟ كلمة كيمياء عضوية جاية من كلمة عضو او organic chemistry، جاية من كلمة organ يعني ايه عضو. فرع الكيمياء العضوية ده فرع قديم ولا جديد؟ لا فرع قديم جدا، قديم جدا. طيب لما نيجي نقول اصل الكلام ده كان ايه؟ كان عندنا عالم محترم اسمه برزيليوس. اسمه ايه؟ برزيليوس. ده عمل ايه؟ برزيليوس ده يا جماعه قسم العناصر لفلزات ولافلزات، وكمان قسم المركبات عندنا لمركبات عضويه ومركبات غير ايه؟ عضوية. جميل. يعني ايه عضوية؟ ومفهومه عن المركبات العضوية كانت ايه؟ قال لي المركبات العضوية تتكون داخل اجسام الكائنات الحية بفعل قوى حيوية ولا يمكن تحضيرها في المعمل من مركبات غير عضوية. يعني ايه؟ يعني عشان اقول ده مركب عضوي لازم يكون بيتكون داخل جسم الايه؟ بفعل قوى حيوية، انزيمات هرمونات في جسمك، اي تفاعلات حيوية او بيولوجية جوه جسمك بينتج عنها مركبات زي اليوريا زي الانسولين، الحاجات اللي في جسمك كلها اللي تكون داخل اجسام الكائنات الحيه بنقول عليها مركبات ايه؟ عضويه. ده اللي قال كده مين؟ برزيليوس. يبقى المركبات العضويه في نظريه القوى الحيويه سموها نظريه ايه؟ نظريه القوى الحيويه. يبقى برزيليوس عمل نظريه القوى الايه؟ اللي بتقول ايه؟ ان المركبات العضويه بتتكون داخل اجسام الكائنات الحيه بفعل قوى حيويه ولا يمكن تحضرها في المعمل من مركبات غير عضويه. طب المركبات يا مصر الغير عضويه قال لي يمكن تحضرها فين؟ في المعمل. طبعا عمنا برزيليوس كل الناس كانت بتسقف له وبتطبل له، والراجل ده راح، الراجل ده جه، العالم راح، العالم ايه؟ جه. لحد ما جه عمنا مين؟ فوهلر. جه عمنا مين يا جماعة؟ وفوهلر ده عمل حاجة عظيمة. ايه هي؟ تجربة فوهلر. فوهلر قال لهم يا جماعة انتوا مصدقين الراجل الاهبل ده؟ قالوا له اه، انت مين اصلا عشان تتكلم؟ قال لهم انا فوهلر. ايوه مين يعني فوهلر؟ قال لهم فوهلر انا عالم. فطبعا احنا بطبيعتنا كبشر بنحب نحبط اي حد. مين فوهلر يعني؟ اهلا وسهلا. قال لهم يا جماعه الكلام ده غلط. خليك في حالك.
لهم طب لو اثبتت لكم عكس الكلام ده؟ قالوا مش هتقدر. طب تعال نشوف. قال لهم مش الراجل ده بيقول لا يمكن تحضيرها في المعمل من مركبات غير عضويه؟ قالوا له اه. قال لهم انا هحضر لكم مركب عضوي في المعمل من مركبات غير عضويه. طب حضر يا عم. ازاي؟ قال لهم انا هجيب صيانات صيانات الفضه اي جي سي ان او وادوبها في الميه، اعمل منها محلول مائي اي جي موجب سي ان او سالب، واحط عليه محلول مائي من كلوريد الامونيوم ان اتش 4 سي ال، محلول مائي اي كيو موجب سالب. ماشي. وبعدين الناس اللي بتفهم هتقول يا مستر طرفين مع بعض وسطين مع بعض. ثانيه واحده معلش عشان الناس اللي بتنسى، ده كان اسمه ايه يا حبايبي؟ يلا ها، صيانات فضه. وده اسمه ايه؟ ها، كلوريد امونيوم. جميل. وبعدين يا حبايبي قال لك لما دول ياخدوا بعض ان اتش 4 خد السي ال ولا خد السي ان او؟ سي ان او اهو، ان اتش 4 خد السي ان او والاي جي خد السي ال. طب الناس كلها فاكره من الباب الثاني ان ده كان راسب ابيض. طب والراسب ده كده مش خرج بره المحلول؟ اه. يبقى المحلول عندي اصبح عباره عن حاجه اسمها صيانات امونيوم. اسمها ايه؟ طيب سؤال يا مستر، هي صيانات الامونيوم دي مركب عضوي؟ لا، مركب غير عضوي. يبقى هو كده فشل. لا، هو ما كملش. اسمعوا للاخر. قالوا له المركبين دول اصلا مركبات غير عضويه، يبقى انت كده فاشل. ما احنا قلنا لك انت فاشل. هم يا جماعه اهدوا بس، اتقالوا. قال لهم هناخد المحلول المائي من NH4 CNO اللي هو اسمه صيانات الامونيوم، ونقوم مشخنينه، ونقوم ايه؟ جميل. ده اسمه ايه تاني معلش؟ يلا، صيانات امونيوم. جميل. لما سخن صيانات الامونيوم حصل فيه زي تعديل روابط او حاجه اسمها اعاده ترتيب ذرات، فالN H2 جت كده والN H2 جت كده، اصبح اسمه اليوريا. اسمه الايه؟ يوريا. الله. طب واليوريا ده مركب عضوي؟ اه. يعني ده مركب غير عضوي بالتسخين اتحول لمركب ها عضوي. يبقى هو كده حضر مركب عضوي من مركبات غير عضويه ولا لا؟ المركب العضوي اللي هو اليوريا ده بيوجد في البول بتاع الثدييات، احد مكونات بول الايه؟ طب لو انا عايز اسميه اسم تاني، اسمه ثنائي امينو كربونيل او ثنائي امين كربونيل، مش موجود عندنا بس نعرفه. السؤال بقى الاهم، لما اقول لك كده فهلر هدم النظريه دي ولا ما هدمش؟ وقعها ولا ما وقعهاش؟ فلما اقول لك هنا تجربه فهلر تقول لي فهلر يا مستر هدم نظريه ها القوى الحيويه. طيب ازاي يا مستر هدمها؟ علل. هدم فهلر نظريه القوى الحيويه، هتقول لي لانه ايه؟ يلا. تمكن ها من تحضير اول مركب عضوي في المعمل من مركبات ها غير عضويه، وهو الايه يا جماعه؟ وهو اليوريا. من مركبات غير عضويه كيف تحصل على مركب عضوي؟ اهو. من مركبات غير عضويه كيف تحصل على مركب يوجد في بول الثدييات المعادلتين؟ ها، هدم فهلر نظرية القوى الحيوية بتحضيره نقط. مركب ايه؟ اليوريا او ها ثنائي امينو ايه؟ كربونيل. او لما اقول لسيادتك سؤال كده في الامتحان ان اتش 4 سي ان او لما بسخنه، اولا ان اتش 4 ده موجب سي ان او سالب، دول اصلا دي مجموعة ودي مجموعة، يعني دول منفصلين عن دول، مرتبطين برابطة ايونية. تمام كده؟ يعني ده كده مركب نقدر نقول عليه ايه؟ صح ولا لا؟ طيب لما بيحصل تسخين مش بيتحول لكده؟ ان اتش كده اتش كده اتش كده اتش كده،
عرفتوا ليه انا كاتب هنا ان اتش 2 كده وهنا اتش 2 ان؟ عشان الان هي اللي مرتبطه بالسي. معانا شباب ولا لا؟ السؤال هنا، عند تسخين الماء لصيانات الامونيوم يحدث واحد الف، اختر يلا الف، ها، انحلال حراري، ب اعاده ترتيب ذرات، جيم يتحول المركب من تساهمي الى ايوني، ها، تتحول كل الروابط في الجزيء الى ايونيه، يبقى رقم اثنين اعاده ترتيب ذرات او اعاده ترتيب دي الروابط. طب ممكن نقول تتحول كل الروابط في الجزيء الى تساهميه؟ اه صح، لان المركبات العضويه كلها تساهميه، كلها ايه؟ صعب الكلام ده بالله عليكم. يبقى لما اقول لك فوهلر عمل ايه تقول لي يا مستر وقع نظريه القوى الحيويه، وقعها ازاي؟ هذا من نظريه القوى الحيويه، حيث تمكن من تحضير اول مركب عضو في المعمل من مركبات غير عضوية. اول مركب عضو في المعمل اللي هو ايه؟ اليوريا، يوجد في بول الثدييات. طبعا بعد ما فوهلر نجح في الكلام ده الناس قعدت تطبل لفوهلر، فوهلر راح، فوهلر جه، فوهلر راح، فوهلر جه، وقعدوا يتفوا على مين؟ على برزيلياس. صح؟ انت مين انت؟ انت عشش غشتنا سنين طويله زي ارسطو، وقعدوا يشيلوا ده على الاكتاف زي ارسطو كده. ها، المهم العلماء بقى احنا بطبيعتنا كبشر بنحب نقلد، فلما ده نجح ان هو يحضر مركب عضو في المعمل، العلماء كلهم بقى دخلوا معاملهم وكله قاعد يهيص ويحاول يحضر مركبات عضويه من اصل غير عضوي، وفعليا نجحوا حضروا عدد كبير جدا من المركبات العضويه من اصل غير عضوي. عشان كده بنقول نشط العلماء في المعامل بعد كده لتحضير مركبات عضويه من مركبات غير عضويه، واصبح التعرف على المادة العضوية، ها، أصبح يعتمد على تركيبها، يعني بنيتها التركيبية وليس، ها، مصدرها. إيش معنى؟ لما أقول لك ليه علل التعرف على المادة العضوية أصبح يعتمد على التركيب وليس المصدر؟ عشان ده مركب عضوي حضرناه من اصل غير عضوي ولا لا؟ يبقى مش شرط يكون ليه اصل عضوي. فهنقول هنا لان، ها، معظم المركبات، معظم الايه؟ المركبات العضويه التي حضرت كانت من اصل غير عضوي، يعني ما لهاش مصدر عضوي. تمام كده؟ ماشي. طب مستر يعني ايه بقى كيمياء عضويه؟ الله مستر، احنا كل ده بنشرح في يعني كيمياء عضويه وجاي تقول لي يعني الموضوع هيختلف بقى، الكلام كده هيختلف. احنا هنا كنا بنقول ان الكيمياء العضويه ايه؟ مركبات بتتكون داخل اجسام الكائنات الحيه، صح؟ بعد كلام فوهلر الكلام هيختلف. دي حقيقه. فقال لك اسمها كده الكيمياء العضويه هي كيمياء الكربون. كيمياء ايه يا حبايبي؟ يلا، عشان كده بنسميها كربون كيمستري. كربون ايه؟ مش فاهم يعني ايه كربون كيمستري. يعني مركبات لازم يكون فيها كربون، يعني مركبات لازم يكون فيها ايه؟ فبنقول مركبات يشترط وجود الكربون في تركيبها تبقى مركبات ايه؟ عضويه. عشان كده قال لك الكيمياء العضويه هي مركبات مو ايه؟ ها؟ مركبات عنصر الكربون عدا او باستثناء واحد اثنين ثلاثه اربعه. عدا ايه بقى يا حبايبي؟ يلا. واحد قال لي املاح الكربونات والبيكربونات. وليه؟ البيكربونات. اتنين املاح السيانيد والسيانات، اكاسيد اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. فلما اقول لك
مركبات عنصر الكربون ما عدا ها املاح الكربونات والبيكربونات، اكاسيد الكربون اللي هي اول ثاني اكسيد الكربون، املاح السيانيد والسيانات. تقول لي اسمها ايه؟ كيمياء عضويه. كيمياء ايه؟ عضوية. طب الغير عضويه بقى هتقول لي يا مستر مركبات 111 عنصر. ايه 111 عنصر؟ اشمعنى؟ مش احنا العناصر وقتها كانوا 112 عنصر، هما دلوقتي 118. طب 112 عنصر خدنا منهم الكربون بقى غير، بقى عضوي، يبقى 111 عنصر هيعملوا مركبات غير. وخلي بالك في بعض المركبات الغير عضويه فيها كربون زي دول، والكربونات فيها كربون بس مش عضوي، صح؟ والبيكربونات فيها كربون بس مش عضوي، السيانيد والسيانات فيها كربون بس مش عضوي، صح يا شباب ولا لا؟ يبقى في الحاله دي كده لما اقول لك اي مركب عضوي اي ها مركب عضوي لازم يكون فيه كربون وليس العكس. يعني ايه ليس العكس؟ يعني مش اي مركب عضوي فيه كربون. يعني ايه؟ يعني ليس ها اي مركب به كربون مركب عضوي. فهمنا يا جماعه؟ يبقى اي مركب عضوي لازم يكون فيه كربون، لكن هل اي مركب فيه كربون يبقى عضوي؟ اول مثال هتقول لي يا مستر ثاني اكسيد الكربون مش عضوي، سيانات الامونيوم مش عضوي وفيها كربون، كربونات الصوديوم مش عضوي وفيها كربون. ماشي. طيب بالمنطق كده المركبات العضويه اكتر ولا الغير عضويه اكتر؟ العضويه. اي حد بيفهم، اي حد بيفهم هيقول لي يا مستر العضويه اقل بكتير. اشمعنى؟ لان العضويه بتتكون بتتكلم عن عنصر واحد، لكن الغير عضويه بتتكلم عن ايه؟ عناصر كتيره، صح؟ 111. فاحنا هنا لما جم يشوفوا العدد ده لقوا الغير عضويه نص مليون مركب. نص مليون ايه؟ العضويه 10 مليون. يا نهار ابيض، ايه ده يا مستر ده؟ 10 مليون مركب. اه ده فرق شاسع، صح ولا لا؟ يعني 20 الى 1 دي النسبه، يعني عدد المركبات العضويه الى عدد المركبات الغير عضويه كم الى كم؟ 20 الى كم؟ ده في فرق شاسع، صح كده؟ يبقى في الحاله دي كده لما اقول لك عدد المركبات العضويه اكبر ام الغير عضويه تقول لي العضويه، النسبه بين عدد المركبات العضويه والغير عضويه نقط 20 الى 1. جميل. طب ايه السبب بقى يا مستر؟ ايه السبب؟ ايه السبب في وفره المركبات العضويه؟ انتشار المركبات العضويه، كثره عدد المركبات العضويه. ها ايه السبب في ان المركبات العضويه عددها كبير جدا؟ الكلام باختصار شديد جدا قال لك لان ذره الكربون ذره قادره. ذره ايه؟ قادره. يعني ايه يا مستر قادره؟ قادرة. فين اللي قادرة؟ هي ذرة مسيطرة. مسيطرة على ايه؟ هي ها ذرة كربون ذرة قادرة. اه قادرة. قادرة على ايه؟ اولا بنقول لقدرة ذرات الكربون على الارتباط الايه؟ مع نفسها أو ها غيره بروابط أحادية كده أو ثنائية كده أو ثلاثية كده. يبقى تقدر ترتبط مع نفسها بروابط إيه؟ ها ثلاثية ثنائية أحادية. تصدق؟ اه بس كده؟ لا، ما هي الأحادية دي بتدي عيلة اسمها ألكانات، الثنائية بتدي عيلة اسمها ألكينات، الثلاثية بتدي عيلة اسمها ألكينات. بس كده؟ قال لك لا، وكمان إيه بقى؟ وقدرتها
على تكوين سلاسل، تكوين ايه؟ او حلقات متجانسة وغير متجانسة. مستر مش فاهم الحتة دي، تعال اقول لك. لو انا عندي مثلا ذرة كربون كده، دي سلسلة ولا مش سلسلة؟ مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ طيب ممكن تبقى حلقة كده، مقفولة ولا مش مقفولة؟ دي صح، يبقى دي سلسلة مفتوحة حلقة، صح؟ حلقة ولا لا؟ ده مركب مفتوح السلسلة، ده مركب حلقي. طب مش هنا كل الذرات كربون؟ هنا كل الذرات كربون، نسميها متجانسة. متجانسة. طب لو انا لقيت هنا سي او سي، اهي سي سي هل السلسلة هنا كلها كربون؟ هل كلها كربون يا شباب؟ امال ايه؟ ها؟ في ذرة مختلفة ايه في النص اهي؟ اكسجين، صح؟ يبقى دي سلسلة غير متجانسة. طب نفس الكلام في الحلقة، الحلقة ممكن تبقى كده؟ كده. ممكن تبقى دي ان كده اتش، لا مفهوم الكلام ده؟ يبقى دي سلاسل مفتوحة حلقات، متجانسة غير متجانسة، متجانسة غير. فكل حاجة من دول عيلة، واحنا عندنا العضوية عائلات كتيرة. فلما اقول لك ايه سبب كثرة المركبات العضوية، هنقول لان ذرة الكربون ذرة ايه؟ قادرة. قادرة على ايه؟ قدرة ذرات الكربون على الارتباط مع نفسها او غيرها بروابط احادية او ثنائية او، وقدرتها على تكوين سلاسل او حلقات متجانسة وغير. صعب الكلام ده، لان ذرة الكربون السنة اللي فاتت لو فاكرين كانت بتعمل تهجين اس بي 3 واس بي 2 واس بي، فاكرين؟ كل حالة من دول بتدي انواع من المركبات. طب مستر هل الارتباط ده كده عشوائي ولا في اصول؟ لا في اصول. ايه هي بقى مستر الاصول بتاعه الكيمياء العضويه؟ ايه هي الاصول بتاعه الارتباط في الكيمياء العضويه؟ قال لي الاصول اللي هي بالبلدي كده حبايب الروابط، اللي هي الايه؟ يعني ايه مستر الروابط؟ يعني لما اقول لسيادتك ذره الكربون تكافؤها رباعي، يبقى لازم يبقى حواليها كام رابطة؟ أربع روابط أحادية. أربع روابط إيه؟ طب مش ممكن يا مستر تبقى رابطة ثنائية ورابطتين أحادية؟ ينفع. طب مش ممكن تبقى رابطتين ثنائية؟ ينفع. طب مش ممكن تبقى رابطة ثلاثية ورابطة أحادية؟ صح. المهم يبقى مجموع الشرط حواليها أو الروابط بقى الأحادية أربعة، تمام كده؟ طيب هنا بقى ذرة مثلا النيتروجين، النيتروجين ثلاثي يعمل كده أو ها كده أو كده، الأكسجين ثنائي. طب احنا عندنا مستر الهيدروجين أحادي صح؟ الفلور والكلور والبروم واليود دول كلهم أحادية، يبقى كله بيعتمد على التكافؤ ولا لا؟ الله يرضى عليكم، الأصول دي مهمة جدا. طبعا الان هنا اهي. السؤال هنا الأصول دي مهمة جدا، اشمعنى؟ لما اقول لك مثلا المركب بتاع اليوريا ده مرتبط ازاي؟ هقول لك بسيطة، مش السي او في النص؟ اهي طبق يلا الاصول كده، اوعى تعملي سي او رابطة واحدة قلة ادب وسفالة.
هنا الان ها هنا الان هنا ايه يلا ها يلا ركز معايا في المركب ده كده. السيحة ولا كم رابطة؟ الان الان الاو الاتشات واحد. فهمنا يعني الاصول. طب لو انت بصيت في السلاسل دي كلها في الاربع حاجات دول هتلاقي كل ذرة حوالها كام رابطة؟ أربعة. ذرة الكربون لازم يبقى حوالها أربعة. ده ألف ب كيمياء عضوية، الكربونة لازم يبقى حوالها كام؟ أربعة. أربع روابط بقى ممكن كلهم أحادية، واحدة ثلاثية واحدة أحادية، اثنين أحادية واحدة ثنائية، اثنين ثنائية على حسب. خلاص يا جماعة؟ دي اسمها الإيه؟ الأصول. يعني يا مستر لو إداني مركب مثلا زي ده وقال لي سي اتش 3 رابطة ثنائية CH 2 أو كده يبقى غلط؟ آه. ليه؟ حد يعرف ليه؟ عشان ناقص واحدة للإتش. حد يعرف إيه الغلطة هنا؟ يوصل الإتش هنا ناقصها واحدة. طب وهنا؟ والسي ناقصها واحدة فين؟ ما هي مستر معاها واحدة مع الإتش دي يوصل السي اللي جنب الإتش. أيوة دي معاها اتنين من هنا وواحدة من هنا والإتش دي واحدة. يبقى كده أربعة دي مظبوطة. هي CH2 الأخيرة. طب أقول لكم أنا هي السي دي لو أنت عايز تفك ده عايز تسهل على نفسك فك ده أدي سي 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 كم سي؟ هنا رابطة إيه؟ هنا ثلاثية ثلاث إتشات ده خمسة. هل ده ينفع؟ لا ده قلة أدب وسفالة. هنا إتش أهي تنزل قصدي اهي دي. طب مش دي معاها اتنين هم؟ فين بقى قله الادب؟ قله الادب يعني المركب ده الروابط بتاعته فيستك مش مراعي الاصول مش مراعي الايه؟ تعال نشوف كده. السي دي طماعه مش مراعيه الاصول. المفروض اخرها اربعه هي خدت خمسه حرام صح ولا لا؟ ها هل يجوز؟ يبقى دي محتاجين نشيل الرابطه دي بقت مظبوطه. باظت دي. طيب مستر لو انا حطيت دي خدتها من هنا حطيتها هنا بقت السي دي 1 2 3 4 1 2 3 4 بس خلصت لعبه وربنا. ها ها حاجه كمان يلا للناس اللي بتفهم. لو انا عملت لك هنا مركب زي ده مش ايه يا ماما هنا CH3 3 H صح ثلاث روابط يبقى معاهم رابطه احاديه ما ينفعش معاهم ثنائيه عشان هيبقوا خمسه. فاحنا هنا كان في غلطه الاتش دي الرابطه دي زياده صح وهنا كانت السي ثلاث روابط السي لازم تبقى كام يلا اربعه السي لازم تبقى اربعه فهنا ثلاثه فاحنا خدنا واحده من هنا حطيناها هنا بقت دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة كله بقى مظبوط. بس في المركب يشيل الشرطة التانية دي يحطها دي اسمها الشرطة بقى اسمها رابطة بقى الشرطة دي بتاعت ال ها على ما تفرق. يلا هنا سي اتش 3 سي سي اتش 2 سي اتش 3 CH4 ها اولا لما تلاقي CH3 طرفيه دي كده مظبوطه ودي مظبوطه بس في مشكله هنا يا مستر. بص معايا السي اللي في النص كده واحده واحده السي اللي في النص 1 2 3 4 5 يبقى في واحده زياده نشيل الرابطه دي كده بقت دي كده اربعه بس دي ايه فيها CH4 غلط يبقى احنا هنشيل من دي اتشايه نحطها هنا. ليه بقى؟ طالما سي اتش 3 دي طرفيه كده تبقى مظبوطه والسيلي في نصها على اربعه بس. الاصول دي لما نخش في العضويه شويه هنفهمها اكتر واكتر واكتر. لما نعرف نسمي المركبات ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى لعبه. بس يفرق معايا في حاجه واحده بس دلوقتي ان انا لما اقول لك سي
لازم تقول لي حواليها اربع روابط عشان ما الاقيش واحد حمار بيكتب صيغه مركب يقوم عامل لي ايه بقى، يقوم ماشي كده. عارفين الناس البقر اللي بتمشي كده؟ بصوا CHCHHCHO ها ايه الهبد ده؟ ده نزع. ايه ليه بقى؟ هو مش مراعي اي اصول، ده ما عندوش ادب اصلا، ما يعرفش اي حاجه عن الاصول. الاصول هنا باظت ليه بقى؟ السي هنا عامله ربطتين بس، هنا نزل هنا تلات روابط، هنا الاتش ما تعملش ربطتين. الاتش استحاله تبقى في النص. الاتش يا جماعه استحاله تبقى فين؟ يعني الاتش استحاله تبقى عامله رابطه كده ورابطه كده، لان الاتش احادي. العناصر السوداء دي كده، قصدي الاحاديه دي كده، دايما بتبقى طرفيه. لما تبقى ايه؟ صعب الكلام ده؟ فهمتوا بالله عليكم المشكله هنا فين؟ فالله يرضى عليكم، عشان والله والله في ناس بتوصل لنص العضويه وهي مش فاهمه الحته دي. الاصول اللي يتعدى الاصول يبقى قليل ادب. معايا يا جماعه؟ يعني ايه بقى كيمياء عضويه؟ اول حاجه عمل لنا بريزيلياس تقسيمه، قال ان المركبات العضويه تتكون داخل اجسام الكائنات الحيه بفعل قوى حيويه، ولا يمكن تحضيرها فين؟ في المعمل. سموا النظريه دي نظريه القوى الحيويه. والمركبات الغير عضويه بتتكون في المعمل عادي جدا، من مركبات غير عضويه، هي كده كده غير عضويه. جه فوهلر وقع الكلام ده كله، هدم نظريه القوى الحيويه، وقال ايه؟ يلا ها ان انا اقدر احضر مركب عضوي في المعمل من اصل غير عضوي. فعمل ايه؟ حضر اليوريا من اصل غير عضوي. ازاي؟ جاب محلول صيانات الفضه وحطه على محلول كلوريد الامونيوم فتكون لراسب. خد الراسب ده رماه بره ورشح ده. لما رشح المحلول الناتج كلوريد الفضه ترسب، طلع على ورقه الترشيح اتبقى المحلول ايه؟ صيانات امونيوم بس. فلما بعد الترشيح خد المحلول صيانات امونيوم بس، ها طب خد المحلول ده سخنه بس ما سخنوش جامد. ليه ما ينفعش يتسخن ده جامد؟ لا. عشان ما يتحللش، لان اليوريا دي اللي هتطلع لو انت سخنت جامد، اليوريا اللي هتطلع دي هتتحل لثاني اكسيد الكربون ونشادر. عشان كده هنا ما ينفعش نسخن جامد. ليه؟ لو سخنت جامد ده ها هينحل بعد ما يتكون. طيب بعد كده اصبح التعرف على الماده العضويه يعتمد على ايه؟ تركيبها ولا على اساس مصدرها؟ لا تركيبها. ليه؟ لان معظم المركبات اللي اتحضرت في المعمل اتحضرت من اصل غير طيب يعني ايه كيمياء عضويه بقى؟ قال لي كربون كيمستري او مركبات الكربون، ما عدا كم عنصر كم حاله يلا؟ املاح الكربونات والبيكربونات، املاح السيانيد والسيانات، اكاسيد الكربون اللي هي اول وثاني اكسيد الايه؟ الكربون. عدد المركبات العضويه اكتر بكتير من غير عضويه، دي 10 مليون، دي نص مليون، يعني النسبه 20 الى 1. ليه عدد المركبات العضويه اكبر بكتير من غير عضويه؟ قلنا لقدره ذرات الكربون على الارتباط مع نفسها او غيرها بروابط احاديه ثنائيه ثلاثيه، وكمان قدرتها على تكوين سلاسل ها او حلقات متجانسه وغير. الاصول اللي هنمشي عليها التكافؤات. الكربون كام؟ 4. النيتروجين 3. الاكسجين 2. هيدروجين فلور كلور بروم يود احادي. امسح الصبغه يلا. طب يلا نكمل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. أهم سبورة بقى في الحصة هي السبورة دي. يعني صيغة جزيئية ويعني صيغة بنائية. يعني ايه صيغة ها جزيئية يلا، ويعني ايه صيغة بنائية؟ وطبعا في صيغة أولية وصيغة مكثفة وصيغة، احنا عندنا صيغة ايه؟ جزيئية وصيغة ايه؟ أول. يعني ايه يا مستر صيغه جزيئيه؟ قال ببساطه شديده جدا تبين نوع وعدد الذرات فقط في الجزيء، ولا تبين طريقه الارتباط. يعني ما تعرفنيش مرتبطين ازاي. زي مثلا لما اقول لسيادتك الميثان صيغته سي اتش 4، الايثان صيغته سي 2 اتش 6، الايثانول سي 2 اتش 5 او اتش مثلا. هي دي مركبات؟ اه ده مركب اسمه ميثان، مش مهم الاسم، مش محتاجه النهارده خالص. وده الايثان وده الايثانول، مش مهم الاسماء. ماشي. طب مستر هل انا عرفت هنا الكربون مرتبط مع الاتشات ازاي؟ لا. طب هنا بقى الصيغه البنائيه
لتبين نوع وعدد الذرات وطريقة ارتباطها في المركب العضوي بروابط تساهمية. ايه ده؟ هي ما فيش غير تساهمية؟ اه المركبات العضوية كلها فيها روابط تساهمية. بس اديني مثال لما اقول لسيادتك سي اتش 4 السي اربع اتشات كده سي واحدة حواليها اربع روابط احادية. طب سي 2 اتش 6 سي سي ربنا يهدي ها كم سي؟ 2 سي 3 اتش هنا 3 اتش هنا السي كده مطبقة الأصول ولا عدة الأصول؟ واحد اتنين تلاتة أربعة ماشي. طب هنا بقى الإيثانول نفس الوضع سي سي او اتش هنا اتشات. أنا كده عرفت طريقة الارتباط ولا ما عرفتش؟ عرفت. يبقى دي اسمها صيغة بنائية. صيغة إيه؟ وخلي بالك الصيغة البنائية بتبين الجزء مسطح. يعني ايه مسطح؟ يعني عامل زي السبورة كده اتجاه واحد بعد واحد. لكن هل الجزء مسطح؟ لا. جزء مثلا الميسان ده عامل بالمنظر ده كده 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 كده. ادي ذرة الكربون اهي، ادي رابطة مع الاتش، رابطة مع الاتش، رابطة مع الاتش، رابطة مع الاتش. كم رابطة؟ ذرات الهيدروجين عاملة زي قواعد الهرم. هل ده مسطح ولا مجسم؟ مجسم. عشان نوضح الشكل المجسم ده ممكن سيادتك تعملها في البيت بطريقه سهله جدا. عارفين الـ اي محل ب 2.5؟ ما بقاش في حاجه ب 2.5 دلوقتي. اي المحلات بتاعه اللعب الاطفال في كرات صغيره كده في الوان مختلفه واحجام مختلفه. هتجيب كرات معايا وفي حاجات زي ايه عيدان كده زي المصاصه. شكرا. حطوا حازم. تسلم حازم. تسلم حازم. وفي عيدان كده زي دبابيس او عيدان رفيعه كده بتربط بينهم او خله. هنعملها لكم الحصه الجايه ان شاء الله. فبتجيب ايه؟ كره كبيره زي ذره الكربون مثلا، وكرات صغيره تمثل ذرات الهيدروجين، والخله دي بتمثل الروابط. معايا؟ معايا يا جماعه ولا لا؟ فهتمسك ذره الكربون كده والهيدروجين اهي 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 اهي، تعملهم بشكل ايه؟ روابط كده. ده شكل الجزيء. هل ده كده مسطح ولا مجسم؟ عشان نوضح الشكل الفراغي في الجزيء اللي هو شكل حقيقي محتاجين حاجه اسمها طريقه النماذج الجزيئيه. النماذج الجزيئيه اللي هي ايه اللي انا بقول لكم عليها؟ بنمثل الذرات بكرات من البلاستيك وبيربط بينها ايه؟ روابط. والكرات دي بتبقى احجام مختلفه والوان مختلفه. طب مستر الصيغه البنائيه ولا الجزيئيه افضل؟ اكيد البنائيه. ليه؟ عشان بتبين نوع. لا دي مش مجسمه يا ابن المجسمة، دي حاجة تانية. الشكل الفراغي الجزئي الحقيقي بيبقى مجسم، الصيغة البنائية بتبينه مسطح. ها السؤال هنا، الصيغة البنائية أفضل من الجزئية؟ اه. ليه؟ عشان بتبين نوع بعض الذرات وطريقة الارتباط. جميل. وطريقة الايه؟ وطريقة الارتباط. ماشي. السؤال الأهم بس كده؟ لا. لو أنت عندك صيغة مثلا زي سي 2 اتش 6 او وقلت لك دي اسمها ايه وقلت لي اسمها كذا، هقول لك انت كذاب. اشمعنى؟ عشان دي مش صيغه لمركب واحد، دي صيغه ايه؟ جزيئيه. ممكن ترتبط فيها الذرات بالمنظر ده، سي 2 اهي تبقى سي سي بنا ياخدوا ها هنا او هنا اتش 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 ها هنا ايه؟ يلا السي ارتبطت بالسي والاو اتش بره. ده اسمه كحول. اسمه ايه؟ كحول. ايثيلي او اسمه ايثانول. طب ممكن السي ترتبط مع الاو كده مع الاتش اهي مع السي كده، ادي الاتشات اهي. طب في الحاله دي كده يا حبايبي ده اسمه ايه؟ اسمه ايثير او ايثر ثنائي الايثايل الميثايل. ثنائي ليه يا جماعه؟ الميثايل. عد ذرات الكربون هنا اتنين، هنا اتنين، الاو واحده واحده، الاتشات سته سته.
يبقى الصيغه دي بتعبر عن مركب واحد ولا كذا مركب؟ يبقى الصيغه الجزيئيه ممكن يتفق فيها كذا مركب معايا، لكن البنائيه لا، مركب واحد. السؤال الثاني، هل المركبين دول مختلفين؟ اه مختلفين جدا. يعني مثلا درجه انصهار ده قليله جدا، درجه انصهار ده عاليه، عشان ده فيه او اتش بتعمل ربطه هيدروجينيه مع نفسها فتخلي درجه الانصهار عاليه والغليان عاليه. لو انت حطيت حته صوديوم هنا لا يتفاعل مع الصوديوم، هنا ها يتفاعل مع الصوديوم. يعني هنا لو حطيت صوديوم هيقوم داخل على الاتش دي رميها بره، ها طاردها بره وقاعد مكانها. هناخد بعد كده ويديك حاجه اسمها ايسوكسيد صوديوم. في الحاله دي بنقول ان هنا بيتفاعل مع الصوديوم ويطلع غاز هيدروجين بيشتعل بفرقعه، ده ما بيتفاعلش مع الصوديوم. معانا شباب؟ مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى لو قلت لك الصيغه دي بتعبر عن مركبين A و B، A يتفاعل مع الصوديوم و B يبقى الA كحول والB يثير. رقم اتنين، ده لا يقبل الأكسدة أو لا يتأكسد. ده يتأكسد يعني ايه يا مستر؟ يعني سيادتك عارف العوامل المؤكسدة زي البرمنجانات وثاني كرومات والحاجات دي كلها صح؟ لو انا حطيت برمنجانات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك لونها بنفسجي، لونها ايه؟ بنفسجي. حطيتها هنا ولا كأنك حطيت حاجة، لونها بنفسجي زي ما هي. لو حطيتها هنا اللون هيختفي لأن ده بيتأكسد. لأن ده بإيه؟ يبقى دي بتتأكسد، دي يبقى المركب ايه اللي هو الكحول لو حطيت له برمنجانات لونه هيتغير، لونها هيتغير هيختفي، هنا لونها مش هيختفي. ثاني كرومات نفس الوضع، لونها هيتحول من برتقاني لاخضر، هنا مش هيتحول. ها؟ يبقى لما اقول لسيادتك الصيغه الجزيئيه بتتفق بتختلف في التشكل، صح؟ ممكن تتشكل في كذا حاجه. عشان كده بنقول ان الصيغه الجزيئيه دي كده اتشكلت في شكلين. اتشكلت في ايه؟ ممكن صيغة جزيئية تانية تتشكل في كذا صيغة. عشان كده بنسمي دي ظاهرة المشابهة. اللي يا حبايبي يلا؟ الجزيئية. الإيه؟ معناها بالبلدي يا حبايبي التشكل. معناها إيه؟ معناها يا شباب؟ ها؟ ما تردوا عليا الله يرضى عليكم، معناها إيه؟ يعني يا مستر تشكل؟ يعني الصيغة نفسها تتشكل في كذا صيغة بنائية. طب عبارة عن ايه؟ تعرفها ايه؟ قال لي وجود عدة مركبات عضوية تتفق في صيغة ها جزيئية واحدة وتختلف في الصيغه البنائيه. ده تعريف كتاب المدرسه. انا هقوله لك بطريقه اسهل. عده مركبات عضويه بالصدفه نفس نوع الذرات وعددها. بالصدفه ايه؟ نوع وعدد الذرات، لكن مختلفين في اي حاجه تانية. مختلفين في اي حاجه تانية. خواص بقى، ارتباط، مش عارف ايه، مختلفين في الشكل البنائي، في الصيغة البنائية. عشان كده بنقول وجود عدة مركبات عضوية تتفق في صيغة جزيئية، عشان كده سميناها ايه؟ مشابهة ها جزيئية. جت منين؟ من كلمة ان هما متشابهين في الصيغة الجزيئية. يبقى لما نلاقي كذا مركب نفس الصيغة الجزيئية متشابهين في الصيغة الجزيئية نقول عليهم ايه؟ ها متشابهات، متشكلات. نقول عليها بالانجلش عندنا ايزوماريزم. ايزو ايه؟ احنا بنقول عليها بقى ايزوماريزم كلمة انجلش اصلا كده. احنا عربناها خليناها ايزوماريزم وكمان بقى بص الفجر بتاع المصريين ما شاء الله، قال لك ايزوميرات جمعناها. بدل ما اقول لك ارسم متشكلات الصيغة يقول لك ارسم ايزوميرات الصيغة. المهم يا جماعة يعني ايه بقى مستر؟ يعني ايه يا مستر مشابهة جزيئية أو تشكل أو أيزوماريزم؟ تقول لي وجود عدة مركبات عضوية تتفق في صيغة جزيئية واحدة
وتختلف الصيغة البنائية. ممكن نقول بطريقة تانية اشتراك أكتر من مركب عضوي في صيغة جزيئية واحدة واختلافهم في الصيغة البنائية. والخواص طبيعي. قول. وليه أصلا في مشابهة لما أنا ممكن يعني ممكن الرسمة دي يبقى الكتب بطريقه جزئيه ثانيه، يعني الايثانول احنا كاتبينه فوق ورسمينه بنفس الطريقه. ليه المركب ليه الاثنين؟ يعني انا لما هو لو كان عايز الايثانول الاقصده، يعني كان كتب بالطريقه الجزئيه دي. طيب السؤال، السؤال ان ليه في تشابه، يعني ليه الصيغه دي ما بتدلش على المركب اليمين بس؟ هو انا قلت الصيغه دي ولا الصيغه دي؟ الصيغه دي. دي طب مش دي ممكن تعبر عن ده؟ هو قصده دي تبقى ممكن اكمل؟ دي تعبر عن ايه؟ عن ده وتعبر عن ده. فانا لما اقول لك ذره صيغه مركب صيغته C2H6O، هل انا كده قلت لك ان هو الكحول؟ هل قلت لك ان هو ده؟ لا. المركبين دول متشابهين في الصيغه دي، متشابهين في نوع الذرات وعددها. يبقى ده وده متشابهين في الصيغه الجزيئيه، نقول عليهم ايه؟ بينهم مشابهه جزيئيه. فهمت ولا ايه؟ لما احب اتكلم عن الكحول الايثيلي مش هكتبه لك كده، هكتبه لك كده. فهمت؟ وهكذا. سؤال تاني عشان الناس تفهم اكتر، ارسم. والله عندي مرارة واحدة، هي واحدة بس صح؟ ارسم متشكلات ايزوميرات الصيغة C5H12. يلا مين هيعرف؟ عشان نرسم متشكلات يعني الصيغ البنائية المحتملة. أول حاجة عشان تسهل على نفسك، صلى على النبي الأول كده. يلا هنبدأ سي 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 سي، ربنا يخليه يعني ها. هنا كم سي؟ هنا كم سي؟ 5. كم سي يا جماعة؟ عد الإتشات هتلاقيهم 12. تمام؟ أدي صيغة، والصيغة دي يا حبايبي اسمها بنتان، مالكش دعوة بالأسماء، اسمها إيه؟ المهم إن دي صيغة بنائية. طب عايزين صيغة كمان، مش هما كانوا 5؟ صح؟ خليهم 4. الله يا مستر، ده انت كده قللت ذرة كربون، فبالتالي الصيغة الجزيئية هتختلف. قلت لك هو انا رميتها في الشارع؟ نزلها هنا، عد السيهات معايا، 1 2 3 4 5، عد الاتشات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ده كان اسمه بنتان، ده اسمه 2 ميثايل بيوتان. مالكمش دعوة بالأسماء. لا هناخدها لسه بعد كده بطريقة معينة. معانا يا جماعة؟ خلي بالك سي دي اتش 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 ممكن نكتبها سي اتش 3. يعني المركب ده كده حبايبي ممكن نكتبه كده سي اتش 3 اهي، سي اتش 2 اهي، سي اتش اهي، سي اتش 3 اهي، سي اتش 3 كده، هي هي. احنا كل اللي عملناه كشكشنا اتش اتش اتش، كثفناهم بقوا سي اتش 3. ها اتش بقت سي اتش، اتش ها اتش، اتش بقت سي اتش 3. ها اتش و اتش، ها اتش و اتش و اتش، ودي صيغة بنائية ودي بنائية عادي. خلاص؟ بس دي في بعض الكتب اسمها هيكلية، مش مهم. السؤال الثاني، هل دي كده خلصت؟ لا. واحد هيقول لي يا مستر ممكن ننقل السي هنا، هقول له لا. اشمعنى؟ عشان هنا زي هنا. هو انا هنا ليه قلت 2 ميثايل؟ عشان لما بنرقم 1 2 3 4، الميثايل هنا اللي هي سي اتش 3 على الكربونه الثانيه.
طب لو انا جبت المثال هنا هنعد من هنا. المثال هنا على الثانيه صح؟ لو انا نقلتها هنا هبدا يعد من الاقرب هنا، تبقى واحد اتنين تبقى برضو على الثانيه، يبقى هو نفس المركب. معايا؟ طب مستر كمان صيغه نقص سي كمان بقوا ثلاثة. يا مستر هم مش كانوا خمسه، انت كده بوظت الدنيا. ابدا، نقصنا اتنين سي، هنخلي واحده فوق واحده تحت. عد السيهات خمسه، عد الاتشات 12. اسمه اتنين واتنين ثنائي ميثايل بروبان. مالكش دعوه بالاسماء خالص النهارده. ليه؟ عشان بص، واحد اتنين تلاته، مش دي ميثايل ودي ميثايل، الميثايل دي على التانيه والميثايل دي على التانيه، اتنين واتنين ثنائي، مش مهم الاسم، المهم ان الصيغه سي 5 اتش ها 12 عملناها في كام شكل؟ واحد اتنين تلاته. كام ايزومر كده ليها؟ صاحب الكلام بالله عليكم، الناس فاهمه لحد هنا؟ طيب مستر ارسم متشكلات الصيغه سي 4 اتش 10. يلا مين هيقول؟ أربعة سي 1 2 3 4 افرد الاتشات بقى اسمه بيوتان عادي. ما اسمه ايه؟ بيوتان. طب ايه كمان؟ يلا ها 3 سي بقى 1 2 3 ونزل سي. واحد جامد قوي جامد قوي، ده اسمه 2 ميثايل بروبان. واحد يقول له مستر السي دي حركها هنا تبقى صيغه ثانيه، هقول له لا. ليه؟ عشان هنا زي هنا زي هنا، هنا زي هنا زي هنا، مش فاهم يعني سيادتك. لو انت فرضا عملت كده، مش هما احنا نقصنا سي حطيناها تحت، بدل ما احطها في النص حطيتها هنا، مش هنا زي هنا، صح ولا لا؟ يبقى انت كانك حطيتها فين؟ هنا، مش كانه هو هو. يبقى وانت بترفع سي، لما تنقص سي عايز تحطها على ذره كربون، اوعى تحطها على الطرف، قله ادب وسفاله. ليه؟ عشان هتبقى تبع المركب، وهنفهم ده بالتفصيل الحصه اللي جايه. المهم عندي ان انت تعرف يعني ايه متشكلات، يعني ايه الصيغه دي كده ليها كام ايزومر، كام صيغه؟ اتنين بس. واحد يقول لي يا مستر نرفعها فوق، ما فوق زي تحت يا ابني، معانا ولا ايه؟ طيب سؤال للناس اللي بتفهم اكتر، ارسم ده عالي شويتين متشكلات الصيغه سي 6 اتش 14. دي بقى حوارها كبير شويه. كم سي؟ 6. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. ها؟ كم سي؟ 6 سي، صح؟ اسمه هكسان. اسمه ايه؟ هكسان. هكسان عادي، مش مهم الاسم. طيب عايزين صيغه كمان، نقص سي 1 2 3 4 5. احط السي هنا؟ لا. هنا؟ لا. هنا؟ لا. هنا؟ لا. هنا؟ هنا؟ هنا اسمه 2 ميثايل بنتان. ليه بقى؟ عشان سيادتك لما تيجي ترقم هترقم الاقرب للفرع ده، 1 2 3 4 5، ماشي. طب ممكن يا مستر نحركها هنا؟ ليه بقى؟ سي 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 سي، ربنا يهدي. ها كم سي؟ بقت السي هنا. يلا 1 2 3 4 5. ها اسمها يلا 3 ميثايل بيوتان. بص بقى، واحد محترم، واحد محترم هيقول له يا مستر نجيبها بقى هنا، هقول له هنعد من هنا. فهتبقى دي كانها هي هي دي، كانك قلبت الفطيره. فين لما بنقلب الفطيره كده؟
ها اليمين شمال الشمال يمين. يا ماما لو جبنا دي هنا هنعد من هنا. لا هتبقى الاقرب هنا عشان بقى واحد اتنين هتبقى زي دي بالظبط بس شقلبناها. طب كده يا مستر مش هينفع نحرك تاني، عايزين صيغه كمان. هقول لك بسيطه، اصحي يا بنتي. واحد اتنين تلاته، مش هما كانوا اربعه؟ كانوا سته، ادي خليناهم اربعه. خليناهم كام يا جماعه؟ يلا اربعه. ماشي كده ناقصنا 2 سي. جميل، واحده هنا واحده هنا، والاثنين تحت عادي. ها واحد اثنين ثلاثة أربعة اسمهم ايه؟ يلا ها اثنين، مش مهم الاسم، ثنائي ميسايل ها بيوتان، مالكمش دعوة بالاسماء خالص، الاسماء دي حصة كاملة لوحدها. طب انا كده عملت كم مركب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، في تاني؟ اللي هو لا مفيش ثلاثة، ها أربعة عادي، بس بدل ما يبقوا جنب بعض نخلي واحدة هنا واحدة هنا. هنرقم ايه؟ يلا ها واحد اتنين تلاتة اربعة، اتنين اتنين ثنائي ها ميسايل بيوتان. واحد هيقول لها مستر من ايهم هنا؟ ما هتبقى هي هي. يبقى هما كام صيغة كده؟ يلا خمسة. ها لما تعرفوا الحصة اللي جاية بقى ازاي بنسمي الموضوع ده بالنسبه لكم هيبقى لعبه، ومحدش يضحك عليك ويقول لك مستر هو انا اقدر اعرف الصيغه دي ليها كم صيغه بنائيه او كم ايزومر من غير ما احسب؟ لا، ملهاش حسبه، لازم ترسم وتحدد. طب يا مستر احنا لو زودنا عن كده سي 6 بقت سي 7 هيزيد العدد بنسبه معينه؟ لا. طب ممكن يجي في امتحان يقول لي ارسم كذا كذا كذا؟ لا، لو جاب لك ارسم الصيغ المحتمله هجيب لك حاجات بسيطه زي دي. مش هفتحها معاك؟ لا. معانا يا جماعه؟ لما بيديك عدد كبير في الحاله دي بيحدد لك، يقول لك واحد منهم مش اثنين منهم مثلا كذا ميسايل بنتان، ومش عارف اثنين ثنائي ميسايل بيوتان، وهكذا. صعب الكلام؟ لا. يعني صيغه جزيئيه؟ صيغه تبين نوع وعدد الذرات فقط في الجزيء، ولا تبين طريقه الارتباط. يعني صيغه بنائيه تبين نوع وعدد الذرات وطريقه الارتباط. ها صح. طيب ايهما افضل؟ البنائيه عشان بتبين طريقه الارتباط، تمام، ما بيتفقش فيها مركبين، لكن الجزيئيه يتفق فيها كذا مركب. يعني مشابهه جزيئيه؟ ها عباره عن وجود عده مركبات عضويه تتفق في صيغه جزيئيه واحده وتختلف في الصيغه البنائيه. نفتح الكتاب معايا صفحه رقم 7، هنلاقي عندنا مكتوب سؤال رقم 1 تدريب اللي احنا حليناه ده، ها رقم 2 تدريب رقم 2 كاتب لك اربع مركبات وبقول لك ايهم يمثل صيغه جزيئيه، ايهم يمثل مشابهه، او ايه المركبين اللي بينهم مشابهه. لو بصيت عندك عشان تحل سؤال زي ده، الف عندك سي 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 سي، كم سي عندك؟ 4 سي بالمنظر ده كده، والباقي تشات. اللي بعده سي سي سي، صح كده ولا هما ثلاثة بس؟ ثلاثة كده، وعامل لك ايه؟ والباقي اتشال. اللي بعده سي، رابطة ثنائية سي سي، وهنا سي اتش 3 صح؟ طيب والجيم سي، الدال قصدي سي سي سي، وهنا سي اتش 3 حصل؟ بصوا بقى حبايبي، هو هو اللي انا عامله كده. عشان تحل اي سؤال بالمنظر ده بيقول لك ايه المركبات اللي بينها مشابهه، او ايه المركبات اللي تعتبر ايزوميرات. بصوا حبايبي عدوا معايا كده، يلا معايا، ها هنا عد هنا السيهات، 1 2 3 4 سي 4 H، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10، هنا C 3 H 8، هنا C 4 H 8، هنا C 4 H 10. ايه اللي نفس الصيغه الجزيئيه؟ ها أ ودال، أ وإيه؟ صعب الكلام ده بالله عليكم؟ يبقى الإجابة عندنا أ ودال.
السؤال اللي بعده تدريب 3 بيقول لك اي المركبات او الصيغ البنائيه التاليه كل الصيغ دي صحيحه ما عدا او اي الصيغ التاليه غير صحيحه. يبقى في هنا بيتكلم عن الاصول عن الروابط. هتبص تلاقي عندك المركب ب، حد يمليني المركب ب كده، حد يمليني المركب ب، ها سي من الشمال اتش سي ها ايه ها ها اتش2 هنا اتش2 بعد كده ربط مع السي وبعد كده السي مع اتش هنا اتش هنا اتش هنا اولا المركب ده كله قله ادب كله قله ادب. اولا هنا السي هنا بص كده معايا 1 2 3 4 دول مظبوطين. هنا بقى 1 2 3 4 6 يبقى دي ما تنفعش. هنا السي هنا 1 2 3 تبقى دي ما تنفعش. الاو رابطه واحده ما تنفعش. يبقى كام عيب كده؟ ها 3. 1 ذره الكربون الاولى مرتبطه بثلاث روابط بس والكربون رباعي. الاكسجين مرتبطه برابطه واحده بس والاكسجين ثنائي. الاكسجين الكربونه دي مرتبطه بست روابط. واحده كمان لا بس خلاص هما دول العيوب. ايه قول؟ انا قلت ان الهيدروجين في النص. فين الهيدروجين في النص؟ لا هو اصله الهيدروجين ده. فين الهيدروجين في النص؟ حتى لو اتش فين الاتش في النص؟ حبيبي دي كده سي اتش 2 كده اصلها ايه؟ ها؟ اتش هنا عم مصطفى واتش هنا. يعني هو العيب السي. اه. مفهوم يا جماعه؟ يبقى الاجابه عندنا به، عرفنا به ليه؟ امسح السبوره يلا. ثبت رجلك. يلا خش بقى على التقيل. كل اللي احنا كنا بنقوله ده كان مقدمه للكيمياء العضويه. مقدمه لايه؟ عايزين نعرف بقى يعني ايه كيمياء عضويه. تاني احنا قلنا الكيمياء العضويه هي كيمياء الكربون صح؟ او مركبات عنصر الكربون. ماشي. العلماء الحلوين قسموا لنا المركبات العضويه لقسمين. قسم اسمه هيدروكربون. اسمه ايه؟ هيدروكربون. يعني ايه هيدروكربون؟ يعني كربون وهيدروجين فقط بس مفيش تاني. كل المركبات بتاعت الهيدروكربونات كربون وهيدروجين بس، كربون وهيدروجين بس مفيش عناصر تانية. طب والقسم التاني مشتقات الهيدروكربون. يعني ايه مشتقات الهيدروكربونات؟ بتتكون من كربون وهيدروجين ومعها حاجه تانية مش فاهم. لما اقول لك مثلا CH4 ده فيه كربون وهيدروجين بس صح؟ يبقى ده اسمه هيدروكربون. طب CH3OH فيه كربون وهيدروجين وO صح؟ يبقى وعناصر تانية يبقى ده مشتق. معانا؟ فلما اقول لسيادتك يعني ايه هيدروكربونات تقول لي مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين فقط. مشتقاتها كربون وهيدروجين وعناصر أخرى. جه العلماء المحترمين وقسموا لنا المركبات بتاعت ها الهيدروكربونات إلى قسمين. إلى كم قسم يلا؟ قسمين. جميل قوي. كم قسم؟ اتنين. أول قسم اسمه أليفاتية. ألي إيه؟ تاني قسم ها؟ أروماتية. اسحب بالله عليكم معايا عشان ده مهم. أروماتية. ماشي. مستر يعني إيه أليفاتية؟ ويعني إيه أروماتية؟ يقول لك إن الأليفاتية معناها دهنية. معناها إيه؟ الأروماتية معناها عطرية. ماشي. أليفاتية يعني دهنية ومركبات فيها هيدروجين كتير. العطرية أو الأروماتية معناها عطرية فيها هيدروجين قليل. ماشي.
يعني بتنزل روائح معينه زي المنظفات الصناعيه والحاجات دي كلها بتخش فيها. طب الالفاتيه بتنقسم لقسمين، ايه هما؟ قسم حلقيه وقسم مفتوحه السلسله. مفتوحه ليه يا حبايبي؟ يلا جميل. يعني ايه مفتوحه السلسله يا مستر؟ يعني سي 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 كده جنب بعض، حلقيه عاملين دايره حلقه. طيب مفتوحه السلسله بتنقسم لقسمين، ايه هما؟ قال لي مشبعه وغير مشبعه. ماشي. يبقى المفتوحة بتنقسم لكم قسم يا جماعة؟ يلا مشبعة وإيه؟ حلو. يعني يا مستر مشبعة ويعني إيه غير مشبعة؟ مشبعة يعني مثلا السي مرتبطة بالسي وكل الروابط حواليهم أحادية. طب مشبعة بإيه؟ كلمة مشبعة دي ليها أصل. طبعا مشبعة بالهيدروجين. مشبعة بالإيه؟ يعني هنا H، هنا H، هنا H، هنا H، هنا H، هنا H. مش الكربون رباعي؟ كده عامل الأربع روابط ولا لأ؟ هل ينفع نضيف H تاني؟ عيب، قلة أدب. صح ولا لأ؟ فنقول عليه إيه؟ مشبع. طب مستر غير مشبع يعني إيه؟ لما أقول لك سي سي ربنا يهدي، ها؟ هل الكربون هنا مشبع بالهيدروجين؟ لا. بدليل، مش دي رابطه ثنائيه بنقول واحده باي وواحده سيجما؟ واحده باي وواحده ايه؟ وخدنا في ثانيه ان الرابطه باي ضعيفه الكسر، ضعيفه سهله الكسر. صح؟ يعني نقدر نكسرها بسهوله. طب مش لما تتكسر يخش هنا مكانها اتش وهنا اتش؟ يبقى غير مشبع يعني في رابطه باي فيقبل اضافه هيدروجين تاني. عشان كده بنقول عليه غير مشبع، مش شبعان لسه. يقدر ياخد منك هيدروجين تاني لو انت لو موجود. يبقى مشبع يعني كل الروابط ايه؟ احاديه. كل الروابط ايه؟ سيجما 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 سيجما، اي رابطه احاديه سيجما. طيب غير مشبعه يعني في رابطه باي بالمنظر ده كده مثلا. طب ممكن تبقى رابطه باي وممكن تبقى رابطتين باي، دي حقيقه. عشان كده بنقول ان هي بتنقسم لقسمين تانيين. الكين والكاين. مستر يعني ايه الكين؟ طب المشبعة اسمها الكان، اسمها ايه؟ الكان. الالكان او بنسميها بقى الكانات. يبقى دي اول حاجة عندنا، مشبعة عرفنا يعني ايه، اسمها الكانات، غير مشبعة زي الالكين وزي الالكاين. ها وعرفنا اعتقد يعني ايه غير مشبعة، ولا حد عنده مشكلة هنا؟ ها طب مستر الالكين والالكاين الاثنين غير مشبعين، ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الفرق ان الالكين في رابطه باي واحده، يعني بنقول بيحتوي على رابطه ثنائيه على الاقل. رابطه واحده ثنائيه على الايه؟ على الاقل. زي ايه مثلا؟ بنقول هنا باي سيجما والرابط الباقيه سيجما 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 سيجما. طب هنا مش ملاحظين ان هنا كان في سي 2 و6 اتش؟ هنا بقى كام سي؟ 2 وكام اتش؟ نقصنا كام اتش؟ يبقى لما احط رابطه باي مش بنقص 2 اتش؟ طب لو عايز ارجع الاتشات اشيل الباي احط ال2 اتش. معانا؟ الصيغه العامه هنا او بنسميه القانون العام. قانون ايه يا حبايبي؟ يلا. القانون اللي بينطبق عليه كل الكلام ده اللي هو سي ان، ان دي اللي هي السيهات عدد السي،
الاتش 2 ان زائد 2 جت منين؟ جت منين؟ بصوا حبايبي، لو انا قلت هنا سي 2 صح، الاتشات كام؟ 6. يعني ايه يا مستر؟ يعني بص يا حبيبي، لو سي واحده 2 في 1 ب 2 و 2 4 يبقى سي اتش 4. طب لو السي 2 تبقى الاتش 2 في 2 و 2 6. لو السي 3 2 في 3 ب 6 و 2 8. ده اسمه ميسان، ده اسمه ايسان، ده اسمه بروبان. هقول لك جت منين دلوقتي. طب الالكينات فيها ربط ابي ولا لا؟ القانون العام بتاعها يلا سي ان اتش 2 ان زائد 2. بس يا مستر انت حطيت ربطه باي فنقصت 2 بقى ناقص 2 اتش. 2 ناقص 2 بايه؟ بيزيل فاصبح 2 ان بس. يبقى الصيغه القانون العام هنا سي ان اتش 2 ان بس، هنا سي ان اتش 2 ان زائد 2. ليه هنا الصيغه العامه والقانون العام ناقص 2 اتش؟ عشان في ربطه باي، كل ربطه باي بتنقص كام اتش؟ 2. مفهوم كده؟ طيب اديني مثال. ينفع اقول سي 1 اتش 2؟ لا. ليه؟ عشان اقل ربط، اقل مركب في الالكين محتاج 2 كربون عشان نعمل ربطه ثنائيه. يبقى نبدا بسي 2 اتش 2 في 2. نبدا بسي 3 سي 4 سي 5 سي 6 وهكذا. صعب الكلام؟ طب ده كان اسمه ايه؟ إيسان صح؟ شيل الآن ألكان، حط الإين ألكين، يبقى إيسان إيسين. وأوعي تقولي يا روان إيساين، عشان ده يا ماما اسمه ألكين وده اسمه ألكين. فين هو الألكين الأخير؟ ده اللي ألكين كده. هنا بقى يبقى ده بروبين. طب الالكينات بقى عباره عن ايه؟ قال لك بص، رابطه ثلاثيه اتش هنا اتش هنا. خلي بالك الرابطه الثنائيه باي سيجما، الثلاثيه باي باي سيجما. باي باي ايه؟ يبقى في الحاله دي كده احنا حطينا كام باي؟ 2 باي. يبقى القانون العام هينقص كام اتش؟ القانون العام هينقص كام اتش؟ 4. طب لما ينقص 4 مش سي ان اتش 2 ان زائد 2 ناقص 4؟ طب مش 2 ناقص 2 ناقص 4 بسالب 2؟ بقت زائد 2 تبقى ناقص 2. يبقى القانون العام هنا سي ان اتش 2 ان، هنا سي ان اتش 2 ان زائد 2، هنا ها سي ان اتش 2 ان ناقص 2. يلا مين هيطبق معايا العلاقه؟ ها سي 2 تبقى اتش كام؟ 2 في 2 ب 4 ناقص 2 2. سي 3 تبقى اتش كام؟ ها 2 في 3 ب 6 ناقص 2 4. طب ده كان ايسان ايسين ها ايساين، ده بروباين. عرفنا الفرق بين الثلاثه؟ في نقطه بقى كده تراكميه، لما اقول لك الزاويه دي كام تقول لي ايه؟ ونوع التهجين هنا ايه وهنا ايه؟ اولا هنا الزاويه هتبقى 109.5 درجه. واحد يقول يا مستر دي زاويه 90، هقول له لا، ده في الشكل المسطح، لكن احنا قلنا الشكل الفراغي بيبقى كده، فالزاويه بتبقى كام؟ 109.5. طيب نوع التهجين اس بي 3، يعني اوربيتال واحد من الاس، اوربيتال واحد من الاس مع ثلاث اوربيتالات من البي. تمام؟ يبقى اي ذره كربون عامله روابط كلها احاديه تبقى اس بي 3. يبقى تهجينها ايه؟ الزاويه دايما بين الروابط في الالكانات حواليها بتبقى 109.5. طب هنا يلا الزاويه دي تبقى كام؟ ها؟ قال لي الزاويه دي تبقى 120 درجه.
التهجين قال لي اس بي 2 اس بي ايه صعب الكلام ده. طب هنا الزاويه هتبقى 180 والتهجين اس بي. ما احنا قلنا مش هي المفروض 2 ان زائد 2؟ احنا هنا حطينا كام باي يا عم مصطفى؟ 2 صح؟ كل باي بتنقص كام اتش؟ يبقى ال 2 باي ناقصوا 4 اتش. 2 ان زائد 2 ناقص 4 تبقى ناقص 2. بص بقى يا حبايبي، مش ملاحظين هنا ان ده قانون عام صح؟ وده قانون عام. في مشكله بقى واحده هنا. هنا كام رابطه ثنائيه؟ واحده. هنا كام رابطه ثلاثيه؟ واحده. ممكن يبقى الكين في رابطتين ثنائيتين؟ ايه؟ عادي. ثلاث روابط ثنائيه؟ عادي. بس القانون العام ده بينطبق في حاله ها وجود رابطه واحده مزدوجه. رابطه واحده ايه؟ ثنائيه. ده ينطبق في حاله ها وجود ها رابطه واحده ثلاثيه. لو زاد عدد الثلاثيه عن واحده هيبقى الباي اكتر فالقانون هيتغير. معانا يا جماعه؟ احنا علينا اللي فيها رابطه واحده بس. علينا ايه؟ اللي فيها رابطه واحده بس كدراسه بالتفاصيل والحاجات دي كلها. طيب كتفاعلات ما بتفرقش كتير عن اللي فيها كذا رابطه. طب مستر في مشكله عندنا، ميثان ايثان بروبان بيوتان، الحاجات دي انت بتجيبها منين؟ قال لك لو لاحظت هنا هتلاقي ايثان ايثين ايثاين بروبان بروبين بروباين بيوتان بيوتين بيوتاين بنتان، كلهم مشتركين في ايه؟ في البدايه صح؟ لان كلهم مشتركين في الالك. الك ان الك اين الك اين. يبقى اي مركب من الثلاثه دول، من الثلاث عائلات دول، بيتكون من مقطعين. مقطع بيعبر عن عدد ذرات الكربون اللي هو الك، لذلك عدد ذرات الكربون هنا زي هنا زي هنا، فبنقول الك الك الك. والجزء الثاني اللي بيعبر عن نوع الهيدروكربون، ان ولا اين ولا اين. لو قلت ان يبقى مشبع كل روابطه احاديه، اين يبقى ثنائي رابطه ثنائيه قصدي، ها الكين كده. طب عشان نحفظهم هتركز معايا هنا قوي، يلا معايا. سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5. لو سي 1 تبقى الاتش، كل الناس بتشرحها زي ما هقولها لك كده. سي 6 سي 7 سي 8 سي 9 سي 10. يقول لك ايه بقى؟ واحد يعني ميس، اتنين يعني ايس، تلاتة يعني بروب، أربعة يعني بيوت، خمسة يعني بنت، ستة يعني هكس، سبعة يعني هبت، تمانية يعني أكت، تسعة يعني نون، عشرة يعني ديك. آه باللاتين، دي أرقام باللاتين، أرقام لاتينية. فيقول لك ميس ايس بروب بيوت بنت هكس هبت أكت نون ديك. وضيف بقى ايه؟ ان اين اين ان اين اين. طب عشان نحفظها واحنا قاعدين حالا هقول لك لو سي واحد في الالكان تبقى الاتش كام؟ لو سي اتنين اتش كام؟ لو سي تلاته سي اربعه ها بتزودوا اتنين صح؟ لا احسبوا ها سي عشره ها سي ستة سي تمانية ها ها. بص بقى معايا كده، عشان تكتبها كصيغة ألكان ضيف آن بقى ميس إيس ها ها ها. الله الله يا ولد يا سلام. عشان نحفظهم حالا، عشان دول مترتب عليهم العضويه كلها. ليه؟ العضويه مترتبه كلها على الثلاثه دول، العشره دول. بص
ميسان إيسان دول اتنين، بروبان بيوتان بنته من تلاتة، ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان، ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان، عيلة الباء بي 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 بي، ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان، هيكسان هيبتان ها هيكسان هيبتان ها هيكسان هيبتان ها أكتن نونن دي كان، ميسان إيسان ها بروبان بيوتان بنتان، هيكسان هيبتان أكتن نونن دي كان، ميسان إيسان ها بروبان بيوتان بنتان، هيكسان هيبتان أكتن نونن دي كان، ميسان إيسان بروبان بيوتان بنتان، ها هيكسان هيبتان أكتن. طب أنت هتيجي دايما هنا هتعطل. ميسان إيسان آه بروبان بيوتان كلنا بنحفظ أول خمسة حلوة أوي. نيجي عند ها ها. طب مش بنت يعني خمسة؟ هيكس جاية من سكس. هيكس سكس صح؟ هيبتا رواية هيبتا المشهورة كلكم عارفينها تقريبا، الفيلم اللي كان سبع حكايات القرف السبعة. ما علينا بقى ها؟ هيبتا يعني سبعة باللاتيني، أصلا اسم الفيلم جاي من هنا أو الرواية من هنا، هيبتا يعني سبعة باللاتيني. أوكت جاية من إيت. نون جاية من ناين. ديك جاية من تن. خليها عدن. ماشي. السؤال بقى هنا هينتشر على الفيسبوك الفتره اللي جايه طالما احنا بدانا عضويه حاجات جميله كده، حاجات تفقع المراره. تقول لك ايه؟ يقول لك ميسان وايسان، يقول لك ما يفهمش الكلام ده غير بتوع العضويه. ميسان وايسان بنات عم. بنات ايه؟ عم. اتجوزهم واحد اسمه بروبان واسكنهما في بيوتان، انجب منهما بنتان اسماهما ايه؟ هكسان وهبتان، تقدم لهما عريسان أكتان ونونان، وكان مهرهما ديكان. معايا؟ انتوا حفظتوهم اصلا خلاص. ميسان ايسان بروبان بيوتان بنتان، هيكسان هيبتان أكتان نونان ديكان. تان ها. ميسان ايسان بروبان بيوتان بنتان، هيكسان هيبتان أكتان نونان ديكان. تاني ها. ها اكتن نونان ديكان. عشان تكمل بقى الكان الكين الكاين، شيل الان حط الاين حط الاين. ها لكن حمادة قال لما كان حمادة اسمه ايه ده بتاع اسمه ايه ده القصير ده اسمه ايه هنيدي لما كان بيقول اين ها هنا ان اين اين ان ها اين ايسان ايسين ايساين بروبان بروبين بروباين بيوتان بيوتين بيوتاين بنتان بنتين بنتاين هكسان هكسين هكساين هبتان هبتين هبتاين ها صعب الكلام ده؟ فاهمين بالله عليكم؟ الله يرضى عليكم. العشرة دول هم أساس العضوية كلها. عرفتوا بقى يا عم الحاج أنا كنت بجيب الستة سي جت منين وأربعة يعني إيه وخمسة إيه جت منين؟ فهمتوا ولا لا؟ الحصه اللي اسماء لا في حصه شيماء الحصه اللي جايه هتبقى اسمها تسميه الحاجات دي كلها بقى يا ابني لا انت كده بتعرف الاسماء بس هديك مركب الحصه اللي جايه واقول لك بص يا حبيبي سمي يلا بسم الله كده اقول لك سمي المركب ده انا عايز السي ونعد الاتش عد سيات ستة وعشرين اتش
25 تقريبا 26 اصلا الحصه اللي جايه لان بقول لك ايه حدد اطول سلسله تعد 1 2 3 4 5 6 يبقى هيكسان هنا 2 ميثايل 3 ميثايل 4 ايزوبروبايل 5 ميثايل هو اكيد انتوا مش هتحفظوا الاسماء دي في طريقه اسمها طريقه الايوباك نظام كده بنتعلمه بنعرف منه ازاي نسمي المركبات دي بصفه عامه يعني لو انا شلت دي كده بقى ليه اسم تاني كده الاسم اتغير مهولك عشان الراجل ده يا جماعه هتسمي كده 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 الباقي ايه ما هو الباقي فروع يا غبي يعني ايه هتقول 1 2 او هنا 1 2 3 4 5 6 هكسان تقول له ايه بقى 2 3 ايثايل 2 و4 ثنائي ميثايل هكسان بس عارف انت لما بتيجي تبص على دوت تلاقي مكتوب لك ايه 2 بالانجلش كده ايثايل 2 3 4 تراي ميثايل هكسان لا احنا هنحضر الحصه الجايه خلصنا احنا يمكن طب انتوا فاهمين يا جماعه بجد فاهمين لحد هنا ايه الفرق بين الكان والكين والكين هو فصل كل ده فصل لا شغال بس شغال بس هيفصل يا اولاد الذين طب هو شغال اهو يا اولاد الايه ايوه شغال بس ايوه صعب يا جماعه الكلام ده يلا نخش بقى على اللي بعد كده نصور طيب لسه نصور لا لسه انا مش همسح هو انا لسه خلصت دي ولا دي مش لا نصور ولا لا تعالوا بقى نرخم عليكم شويه يلا يلا الحلقيه سواء دي او دي مش احنا قلنا الاليفاتيه حلقيه او مفتوحه السلسله كل ده كان مفتوح السلسله امال الحلقيه دي ايه الحلقيه دي حبايبي بتبقى كده عامله زي سي هو انا عشان اعمل حلقه ينفع ذره كربون واحده ينفع ذرتين كربون اقل حاجه كام عشان نقدر نعمل حلقه طب عشان نطبق الاصول بتاعتنا يلا مش كده اتشات السؤال المحترم للناس اللي بتفهم قوي ليه يا مستر ما حطيتش رابطه ثنائيه عشان الحلقيه بتبقى مشبعه بتبقى يا حبايبي يلا ومشبعه يبقى الكان يبقى ايه فنسميها الكان حلقي نسميها الكانات ايه يبقى اي حاجه مشبعه اسمها الكانات يا اما مفتوحه السلسله يا اما حلقي الحلقيه بتنقص عن العاديه 2 اتش عشان كده بنقول الصيغه العامه بتاعتها سي ان اتش 2 ان ده اسمه القانون العام مستر مش فاهم ليه نقص 2 اتش لو انا بقول لمعاليك ال 3 سي يعني بروبان صح واخدين المنظر ده كده عد الاتشات فيهم كده 8 سي 3 اتش 8 صح انا عايز اخليهم حلقه هقوم جايب السي الثالثه دي كده صح واقوم موصل دي كده اهي 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 هنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش جميل جميل جدا وهنا اتش مفتوح ولا مش مفتوح طب انا عايز اخليه حلقه ايه اللي حصل اسمه بروبان ايه يعني ايه يا مستر بروبان حلقي يعني سي 3 اتش 6 يعني سايكلو بروبان يعني ايه يعني هو ليه اسمين ما هو كلمه حلقي يعني سايكل فاحنا بندلعه دايما فبنقول سايكلو بروبان او بروبان حلقي نعم كده مفيش ولا ميثان ولا ايه لا الحلقي بيبدا بثلاثة او ابسط الكان حلقي سي 3 عدد الذرات في ابسط الكان حلقي كام 3 و6 9
أبسط الكن حلقي يحتوي